اهلا بيكم في قناة هانور ارت. النهاردة هنعمل جراب للنضارة من البلاستيك الكنفاس وخيط السلسلة. قبل اي حاجة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اول خطوة بعملها ان انا باخد مقاس النضارة، بحدد العلامات على البلاستيك، وبعد ما بحدد العلامات أبدأ إن أنا أقص البلاستيك وبقص الأطراف الموجودة في الجوانب. مقاس المربعات الصغيرة 4 مليمتر، مقاس كبير، ومقاس القطع البلاستيك 28 × 19 سنتيمتر، مقاس الجراب. أول حاجة بسحب الخيط وبدخله في الإبرة، وبعدين بشده مرة تانية وبحدد طول مناسب أشتغل بيه، وبعد ما بقص الخيط بلسعه بالنار. بسيب أول صف وبشتغل في الصف التاني، بسحب الخيط من أول مربع وبعدين بثبت طرف الخيط من الناحية التانية، وأراعي إن أطراف الخيط تكون متساوية، وأفرد الخيط. بعد كام مربع؟ بعد 6 مربعات، وأدخل الإبرة وأسحب الخيط. وبفرده، وبعد كده بدخله في المربع اللي بعديه. وبعدين بعد 6 مربعات واسحب الخيط، وبكرر نفس الخطوات. الغرزة سهلة جدا. لما وصلت لنهاية السطر اتبقى معايا 4 مربعات. كملت الغرزة بنفس الطريقة وسحبت الخيط وفردته، ولما اعمل السطر التاني همشي زي ما بدأت في الاول، هدخل الابرة واعد 6 مربعات واسحب الخيط وهكذا. بكمل بنفس الطريقة لغاية لما أوصل للنهاية، وده بيكون شكل الغرز بعد ما خلصتها. طيب لما الخيط بينتهي معايا أنا بعمل إيه؟ لما الخيط بينتهي بدخله في الغرزة اللي قبليها، يعني ده طرف الخيط أنا دخلته في الغرزة
ولسعته بالنار وثبته في غرزة تانية بحيث ان هو بقى ثابت ما بيتحركش، وده بيكون شكله. الخطوة اللي بعد كده هي ان انا هغطي الاطراف البلاستيك بالخيط، بدخل ابرة والف الخيط حوالين الاطراف البلاستيك لان ده هيكون جنب من جوانب الجراب. الخطوة اللي بعد كده ان انا هربط جوانب الجراب من ناحيتين اتنين، بربط الاطراف البلاستيك بالابرة والخيط، وبراعي ان انا بفرد الخيط وبشده بيكون شكله مناسب وانا بفرده، وبعدين بدخل الابرة واسحبها في الجنبين او في المربعين الموجودين في الجوانب، وبكمل ربط لغاية النهاية.
بعد ما بخلص ربط بيتبقى معايا طرف الخيط، بربطه ربطتين وبعدين بقصه من الإبرة وبلسعه طبعا بالنار، وبربطه كده كام ربطة بحيث ان ده هيكون المكان اللي هعلق منه الجراب او همسك منه الجراب زي ما احنا شايفين دلوقتي، وبشد الخيط، وده بيكون شكل الجراب بعد ما انتهى. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا جدا على المشاهدة، وتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة، واشوفكم على خير.